السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. رغم التحديات الأمنية والسياسية، محاولات لتحريك عجلة الاقتصاد في المناطق المحررة واستقطاب رؤوس الأموال. مجلس القبائل والعشائر السورية يختتم مؤتمره الثالث في رأس العين ويؤكد على أهمية إرساء قواعد الاستقرار المجتمعي في المحرر. في ذكرى الثالثة لمجزرة دوما الكيماوية، أكثر من 40 ضحية بانتظار العدالة، ووقفات احتجاجية في المحرر تدعو لمحاسبة الأسد. مرحبا بكم من جديد. ما بين تعافي وتراجع اقتصادي وواقع استثماري محير، تعيش المناطق المحررة عدة مشاكل اقتصادية مرتبطة بالواقع الأمني والسياسي وسط محاولات لتحريك عجلة الاقتصاد واستقطاب رؤوس الأموال. المزيد في التقرير التالي. باتت المدن الصناعية اليوم إحدى طرق الاستثمار وجذب رؤوس الأموال لداخل المناطق المحررة، وأكبرها المدينة الصناعية في مدينة الباب شرق حلب. يحاول القائمون عليها تحدي الواقع الاستثماري المحير في المنطقة، والذي يصطدم بشكل رئيسي بواقع أمني وسياسي يهدد استقرار المنطقة، إضافة لطبيعة الحركة التجارية التي تواجه عوائقا في التصدير والحصول على شهادة المنشأ. لتطوير الصناعة والاستثمار في المدينة بالتنسيق مع المجلس المحلي والولاية التركية، تم منح الصناعيين المستثمرين في المدينة الصناعية إذن تجاري إلى تركيا بدون أي رسوم. أيضا سيتم تصدير البضائع المنتجات في المدينة الصناعية إلى جميع أنحاء العالم ترانزيت تركيا بدون أي رسوم أو أي جمارك. يقول بعض الأهالي إن استبدال العملة السورية بالتركية ربما حل جزءا من المشكلة، ولا زال الجزء الأكبر وهو انخفاض مستوى الدخل وقلة فرص العمل، إضافة لتذبذب سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وعدم وجود رقابة على الأسعار، مشاكل يرى مختصون أنها لا زالت تقوض الحلول الاقتصادية في المناطق المحررة. أو انخفاض الليرة السورية مقابل الذهب، انخفضت الليرة السورية مقابل الذهب خلال عام 2020 290%، كان حوالي 55% انخفضت، والدولار انخفض 22% مقابل الذهب. فلذلك إذا من خلال هالمقارنة هاي نجد أنه الليرة السورية عم تنهار بشكل كبير. تتوفر السلع والمواد الغذائية والمحروقات في المناطق المحررة شمالية سوريا، لكن بأسعار مرتفعة مقارنة بمتوسط الدخل. على الرغم من ذلك، فإن هذه المنطقة تعتبر في مستوى معيشي أفضل مقارنة بمناطق النظام. تتقارب أسعار السلع كثيرا ما بين مناطق النظام والمناطق المحررة في الأسواق الحرة، وتعتبر هذه الأسعار ثابتة على الدولار الأمريكي، في حين تتقلب بحسب قيمة الليرة السورية في السوق السوداء، ويتركز مستوى الفرق الاقتصادي على دخل المواطن في هذه المناطق، حيث يتقاضى العاملون في القطاع الحكومي في مناطق النظام ما بين 10 إلى 20 دولارا، وترتفع هذه النسبة في المناطق المحررة لتصل إلى 100 دولار أمريكي في الشهر. في تقريره النصف سنوي يقول الباحث الاقتصادي مناف أن النصف الثاني من عام 2020 قد شهد تنفيذ مشاريع أكثر بنسبة 77% من النصف الأول في قطاع التجارة والقطاعات الخدمية والزراعية والصحية، وارتفاع فرص العمل، كذلك تحسن البنى التحتية وتركيز المجالس المحلية على إعادة الخدمات إلى المدن والبلدات. ويرى أن نقطة الضعف هنا هو اعتماد المنطقة في التعافي الاقتصادي المبكر على المنظمات المحلية والأجنبية. من المفترض أن يوجد حكومة لديها مؤسسات توظف الموارد الاقتصادية المتاحة وتصمم سياسات اقتصادية تسهم في تطوير الاقتصاد. كما أن النمو الاقتصادي والتوظيف والحوكمة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كل هذه
المصطلحات تعد أولويات تقليدية في مرحلة إعادة الإعمار على المدى الطويل للبلدان التي مزقتها الحروب والنزاعات. برأيي الأمور حتى الآن تعد جيدة بتقديري، لكن لا يزال هناك حاجة أكبر لتطبيق سياسات اقتصادية تساعد على استقرار الأسعار وتشجيع رأس المال على العمل والمغامرة. يبقى الواقع المعيشي في المناطق المحررة متشعبا بين الواقع الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي، وقد يؤثر أي خلل أو تدهور في إحدى هذه القطاعات على القطاعات الأخرى. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، ريف حلب. قال مراسل حلب اليوم إن نسبة كبيرة من الأهالي في ريف دمشق لم تبدأ بتحضيراتها لاستقبال شهر رمضان المقبل حتى اليوم، وذلك بسبب الغلاء الكبير في أسعار المواد الغذائية والأساسية. وأوضح مراسلنا أن الأسواق تشهد ركودا في بيع المواد الأساسية والغذائية الخاصة بوجبة السحور، حيث ساهم غلاؤها بامتناع الأهالي عن شرائها على الرغم من نشاط حركة البيع في هذا الوقت من العام في السنوات السابقة. اختتم مجلس القبائل والعشائر السورية مؤتمره الثالث، والذي عقد لأول مرة في رأس العين بمنطقة نبع السلام شمال شرق سوريا، واستنكر المشاركون استمرار نظام الأسد بعرقلة الحل السياسي وقطع الطريق أمام أي انتقال سياسي عادل في سوريا. لأول مرة في شمال شرق سوريا وتحت عنوان ملتقى القبائل والعشائر الكبير في نبع السلام، اختتم مجلس القبائل والعشائر السورية مؤتمره الثالث، والذي عقد في بلدة العدوانية التابعة لمنطقة رأس العين شمال الحسكة، حيث شارك في المؤتمر شيوخ وأعيان ووجهاء وشخصيات بارزة من مختلف القبائل والعشائر السورية من عرب وتركمان وكرد وسريان وغيرهم. كما شاركت في الملتقى قيادة المعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة وهيئة التفاوض السورية، وقيادات عسكرية في وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري. جاء هذا المؤتمر من أجل عملية تكاتف الشعب السوري فيما بينه، تم دعوة التكتلات والتيارات والأحزاب السياسية إلى هذا المؤتمر، بالإضافة إلى المجالس المحلية، إضافة إلى قيادات الجيش الوطني السوري الحر. حاليا من خلال هذا المؤتمر نهدف إلى توجيه رسائل مهمة إلى المجتمع الدولي على أن الشعب السوري من خلال هذا المؤتمر يطالب بتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة القرارين 2254 و2118، وكذلك من أجل حماية الشعب السوري مما يتعرض له من انتهاكات من قبل دول الاحتلال الروسي الإيراني والنظام السوري وحزب الله والبيدي. هذا ثانيا. ثالثا، من أجل مساعدة الشعب السوري وخاصة في المخيمات، مخيمات الشمال السوري والركبان. ألقى الحضور في الملتقى من شخصيات عشائرية وسياسية وعسكرية ومدنية كلمات ركزت على أهمية القبائل والعشائر في سوريا ودورها في إرساء قواعد الاستقرار المجتمعي والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي السوري بمختلف انتماءاته الدينية والطائفية والمذهبية. أتينا إلى هنا اليوم كقبائل عربية، قبائل كردية، قبائل تركمانية، لنرسل رسالة إلى المجتمع الدولي، نرسل رسالة إلى جيشنا الوطني الباسل، نرسل رسالة إلى الإخوة الإتراك، ألا وهي تحرير مناطقنا من هذه العصابات الإرهابية الانفصالية التي خربت النسيج الوطني السوري. كما أحببنا أن نرسل رسالة إلى أخوتنا الأكراد في شرق الفرات، إننا جسد واحد وإننا إخوة، إخوة في الوطن، إخوة في الدين، إخوة في المنطقة، وإننا سنتعايش مع بعضنا كجسد واحد. نريد أن تكون رسالة للجميع أن المعارضة كلمتها واحدة، عدونا واحد، ونريد أن نوصل رسالة لأهلنا في الداخل أن هذا الاستبداد والإرهاب لن يدوم، وسنعمل بكل جهد لتخليص شعبنا، لرفع المعاناة عن شعبنا، لتحرير سوريا من كل الاستبداد الذي خيم يعني على أرض سوريا لعقود.
المشاركون في الملتقى أعربوا عن ضرورة قيام مجلس القبائل والعشائر السورية بدوره في تحقيق السلم الأهلي بين السوريين والتواصل الفعال مع باقي مكونات الشعب السوري للحفاظ على الهوية الوطنية السورية، مشددين على ضرورة استعادة القبائل والعشائر السورية مكانتها التاريخية والاعتبارية التي تستحقها، ومؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة مشاركة مجلس القبائل والعشائر في الحياة السياسية. رد مسؤول الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على رسالة بعثها وزير خارجية نظام فيصل المقداد إلى وزراء أوروبيين للمطالبة بفتح حوار مع نظامه، حيث ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الرد كان بشكل غير مباشر. وبحسب الصحيفة فإن المسؤول الأوروبي قال في رده إن العقوبات على النظام مستمرة ولن يكون هناك أي تطبيع ولن يتم دعم جهود إعادة الإعمار، لكنه أشار إلى أنه حال تم اتخاذ خطوات من قبل النظام في الطريق الصحيح دون تسميتها سيستجيب له الاتحاد الأوروبي. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري في مقابلة مع وكالة الأناضول إن الوجود العسكري للولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل في سوريا ساهم في خلق وقف إطلاق نار غير رسمي في البلاد وتعزيز حالة اللا منتصر على الأرض. وأضاف جيفري أن هناك استثناء في بعض الحوادث الطفيفة في إدلب، ولم يطرأ أي تغيير جدي على مناطق النفوذ العسكري في سوريا منذ 3 سنوات. وأكد المبعوث السابق لسوريا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي وعود ليبغي التابعة لقسد بإقامة دولة في المنطقة، وأن واشنطن كانت حذرة في التواصل مع الإدارة الذاتية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. صحفيون سوريون ينشئون منصة إلكترونية تسلط الضوء على واقع السوريين والمهاجرين في إسبانيا. نقرأ ما بين السطور، نتابع التطورات على الساحة السورية، نبحث فيها ونحللها ثم نناقشها مع الأطراف المعنية بالحدث والمحللين وأصحاب الاختصاص لنقدم أهم التحليلات وأدقها وكل ما يهمكم في الشأن السوري. كونوا معي أنا بشر حاوي في ثنايا الخبر. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. يصادف اليوم الذكرى 3 على الهجوم بالأسلحة الكيماوية التي شنها نظام الأسد على مدينة دوما بريف دمشق، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 40 شخصا. واعتبر الدفاع المدني أن غياب الجدية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة في محاسبة النظام على جرائمه التي ارتكبها بالأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة، اعتبر أنها بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في إبادته للسوريين. وبحسب تقرير أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أذار عام 2019، فإن تحليل العينات الطبية والبيئية من موقع الاستهداف أظهر استخدام مادة الكلور الجزيئي، مشيرة إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو. في الذكرى السنوية 3 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، خرج أهالي جرابلس بوقفة احتجاجية ضد نظام الأسد، مؤكدين على ضرورة محاسبة هذا النظام في المحاكم الدولية. في الذكرى الثالثة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة دوما ومثلها أيضا في خان شيخون في ريف إدلب، وقفة احتجاجية في مدينة جرابلس، أكد الأهالي في هذه الوقفة
على ضرورة محاسبة نظام الأسد، وعلى أن هذا النظام ارتكب جرائم بحق الإنسانية، حيث استهدف المدنيين في الكيماوي والمواد السامة كغاز السارين وغيرها من القذائف. نستطلع الآن آراء شريحة من المشاركين في هذه الوقفة ليحدثونا عن سبب الوقفة وأهداف هذه الوقفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ الصادق ظاهر من جرابلس. سبب هاي الوقفة، ليش قمتوا هاي الوقفة اليوم في مدينة جرابلس؟ والله هاي الوقفة طبعا لنوصل رسالة للمجتمع الدولي حول المجازر اللي يعبقون فيها النظام المجرم، ومنا الذكرى الثالثة اللي قام بقصف بالمواد الكيماوية الغوطة الشرقية. نعم، إذن الآراء هنا مجتمعة على أن هذه الوقفة هي ضد نظام الأسد وضرورة محاسبة هذا النظام. أيضا نستطلع آراء أخرى من المشاركين. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرف بحضرتك؟ أحمد الجادر من جرابلس. اليوم نحن بوقفة للتذكير بمجازر النظام، وأخص بالذكر مجازر التي استخدم فيها السلاح الكيماوي في مدينة دوما في مثل هذا اليوم الذكرى الثالثة، حيث تم استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، والتي أثبت فيها النظام عدم تخليه عن سلاح الكيماوي، وأثبت كذب المجتمع الدولي الذي ادعى زورا وبهتانا أنه أخذ السلاح الكيماوي من أيدي النظام. نحن اليوم نذكر بهذه المجازر. من 4 أيام كانت أيضا ذكرى مجزرة ذكرى خان شيخون، طبعا كمان استخدم فيها السلاح الكيماوي غاز السارين، حيث راح الكثير من الشهداء الأطفال والنساء، وحتى الحيوانات لم تسلم من هذا النظام المجرم. نعم، إذن هذه الآراء كما سمعتم هي تدين نظام الأسد وتطالب بضرورة محاسبة هذا النظام على ارتكاب مجازر بحق الإنسانية في المواد الكيماوية والسامة. بدر كجا، قناة حلب اليوم، مدينة جرابلس. ينضم إلينا أحمد الأحمد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا من برلين. مرحبا بك سيد أحمد. 3 سنوات مرت على المجزرة، لو نستذكر سويا آخر ما توصلتم إليه أو توصلت إليه لجان التحقيق، وما الفائدة من نتائج تقاريرها؟ تحيات لك أستاذي ولجميع السادة المشاهدين. حقيقة هجوم دوما يعني كونه حصل مؤخرا في عام 2018، في أثناء ذلك لم يكن يوجد هناك آلية تستطيع تحديد المسؤول، يعني لم يكن هناك مشكل فريق الدبل آي تي الذي كلف من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحديد عن هذا الهجوم. طبعا صدر في خصوص تقرير دوما في خصوص هجوم دوما فقط تقرير واحد صدر عن بعثة تقصي الحقائق، توصل إلى وجود استخدام أو وجود هجوم بالأسلحة الكيميائية لكن بدون أن يشير إلى المسؤول. لكن خلال الفترة القادمة فريق الدبل آي تي يعني ملقى على عاتقه مهام التحقيق في 9 هجمات كيميائية حصلت في سوريا، حقق في 3 هجمات وهي هجمات لطوني في عام 2017 التي حدثت في آذار 2017، ومن ثم سوف ينتقل للتحقيق في 6 هجمات أخرى، من هذه الهجمات هي هجوم دوما. بعد التوصل إلى النتائج، في حال كانت هذه النتائج مشابهة إلى النتائج التي أصدرتها آلية التحقيق المشترك في خان شيخون أو مشابهة للنتائج التي أصدرها فريق الدبل آي تي في اللطامنة، سيكون هناك ملف جديد لدينا نستطيع من خلاله أو تحويله إلى أي مدعي عام في المستقبل لديه هنا محاولة. كنت أود أن أسألك سيد أحمد، أنتم كمركز توثيق كيف تتعاملون مع مثل هذه الحوادث بعد مضي سنوات عليها؟ الحقيقة نحن يعني التوثيق لدينا يعني هو ليس توثيق للتاريخ، يعني نحن توثيق التاريخ يحتاج ورقة وقلم وكاميرا، أما بالنسبة للتوثيق لأجل المحاكم الجنائية هذا يحتاج إلى جهد وعمل لعدة أشهر أو في بعض الأحيان لسنوات. نحن حتى اللحظة لم ننتهي من هجوم دوما، يعني قمنا بتقديم كل ما تحتاجه بعثة تقصي الحقائق، حتى استطعنا خلال فترة وعملنا على عدة أشهر حتى استطعنا أن إيصال العينات التي كانت موجودة بالداخل إلى مخابر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. هذه العملية طويلة، وأيضا يجب عرضها وتحليلها على عدة خبراء في
سيد أحمد، أنت توضح أن هجوم خان شيخون موثق بشكل أفضل من ناحية التوثيق لديكم من هجوم دوما، لكن هنا يأتي التساؤل، هل هناك أي فرصة لدى النظام لدثر كل التحقيقات المتعلقة بهجوم دوما؟ بالتأكيد لا. ليش؟ أولا النظام قادر على تعطيل التحقيق في هجوم عندما يستطيع مسح مسرح الجريمة قبل وصول العينات إلى مخابر منظمة حصر الأسلحة الكيميائية. وهذا ما شاهدناه في عدة هجمات، يعني عندما قام بتنفيذ هجوم بغاز سارين على مدينة خان شيخون مباشرة بعد دقائق معدودة أتت أيضا طائرات حربية أخرى ونفذت صواريخ فراغية في مكان الهجوم لأجل مسح مسرح الجريمة، لكن الطيران السوري عند وقته غير دقيقة لم يستطع إصابة مكان الهجوم. في مدينة دوما سحبت العينات بالكامل وسلمت المنظمة، فالنظام غير قادر أطلاقا على تعطيل هذا المجرى أطلاقا، كون الإثبات والعينات أصبحت موجودة. أما التقرير الجنائي الذي سيصدر في المقابل فهو يعتمد على مقابلات شهود. نقطة أخيرة وبأقل من 30 ثانية، أنا عندما قصدت بأن هجوم خان شيخون أفضل من الناحية الجنائية من ليس فقط من هجوم دوما بل من كافة الهجمات الأخرى، كونها حققت به آلية التحقيق المشترك التي كان الروس جزء منها، فالغرب اليوم لكي لا يدخل في صراع مباشر مع الروس بالجمعية العمومية أو في مجلس الأمن سوف يختار هجوم خان شيخون للانطلاق منه إلى المحاكم الجنائية، كون الروس كانوا في اللجنة التي أدامت النظام. أشكرك أحمد الأحمد الناطق باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، حدثتنا من برلين. قررت مديرية التربية والتعليم في مدينة إدلب فصل أحد مدرسيها من ملاك مدرسة البراعم النموذجية الأولى، وذلك بعد انتشار فيديو لم يعرف زمان تسجيله وهو يقوم بتعنيف وضرب الطلاب في ساحة المدرسة. من جهتها أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة بيانا استنكرت فيه تصرف المدرس غيث صادق، واعتبرته منافيا لأبسط حقوق الطفل في التعليم والتعلم بكرامة وأمان، وصفة تصرفه بالفردي وأنه لا يمثل بأي شكل السياسة التعليمية المتبعة في الشمال السوري. دعا مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حكومة تل أبيب إلى تبني استراتيجية جديدة حيال الملف السوري تركز على عدة أمور، من بينها إزاحة بشار الأسد عن الحكم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. إبعاد بشار الأسد عن الحكم واعتماد استراتيجية جديدة تجاه الملف السوري، دعوة أطلقها مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي لحكومة تل أبيب عبر تقرير سلط الضوء على المصالح الإسرائيلية في سوريا. التقرير نصح حكومة تل أبيب بتكثيف عملياتها العسكرية في سوريا بغية منع إيران من السيطرة على البلاد، مضيفا أنه ينبغي التركيز على 3 مناطق وهي الجنوب السوري والحدود العراقية السورية والحدود اللبنانية السورية. كما طالب المركز في تقريره باعتماد استراتيجية جديدة تركز على إبعاد بشار الأسد عن الحكم، باعتبار أن وجوده يمنح بيئة سياسية تسمح لإيران بمواصلة تمركزها وفق التقرير. التجارب السابقة لتعاطي إسرائيل مع الملف السوري أثبتت عدم صحتها، والتي كانت ترتكز على شن هجمات في العمق السوري والاعتماد على روسيا لطرد إيران من سوريا، وأن وجود حكم مركزي بقيادة الأسد سيكون أفضل لإسرائيل، يقول التقرير ويضيف أن على إسرائيل تبني حل سياسي يهدف لمقايضة إعادة إعمار سوريا بتخلي الأسد عن الحكم. إسرائيل التي لطالما راهن كثيرون على ثقلها بالملف السوري تدعى اليوم إلى اتخاذ مواقف أكثر حسما وردعا، أو ربما للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمنية لها من أي تهديدات أو اختراقات. 4 صحفيين خرجوا من رحم سوريا ليكملوا مسيرتهم في إسبانيا لتضج بسيرتهم الصحافة الإسبانية عقب إنشاء منصتهم الجديدة مجلة بيننا، المنصة الهادفة لتسليط الضوء على واقع السوريين والمهاجرين في إسبانيا، تهدف بحسب القائمين عليها لبناء جسور التواصل بين الإسبان والعرب واستحضار العمق التاريخي المشترك، إذ تنطق باللغتين العربية والإسبانية، هذا ولاقت الفكرة قبولا في وسط الشارع الإسباني الذي بدأ بجمع التبرعات لدعم المشروع.
بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني على btodaytv.net. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.